نجح التلفزيون التركي في الحصول على العرض الأول لمسلسل مع صقر الإصرار للفنانة غادة عبد الرازق، وتم الاتفاق على دبلجة حلقات العمل بمجرد انتهاء المخرج محمد سامي من منتج الحلقات للعرض مباشرة خلال شهر رمضان القادم، ليصبح المسلسل تاني عمل يتم بيعه للتلفزيون التركي ودبلجته بعد بيع مسلسل التالي بأجزائه الثلاثة. المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وشارك في بطولته ماجد المصري وعبير صبري وأحمد راتب ومحمد شومان وطارق لطفي. هو في ست في الدنيا يبقى في راجل حاططها في عينيه زي ما انت عامل معايا وما تبقاش حلوة؟ اشتغل معاكي فين؟ أقدم طلبات. ماشي. أنا عارفاكي كويس، انت عملتي كل ده عشان نفسك ابقى زيك. انت حطيتني في دماغ وزعق ليه؟ اجل البيت لما تكفيه. اختك طالب، عليك تختار. هما اللي مشغلين المكان اليومين دول. قبضت عليا 20,000 جنيه. اللي انت بتقول عليها من الشارع دي هي اللي عملت طارق البني ادم. دي فقريه، ده الراجل اتجوزها السنه خد تأبيد. امال ده مطول معاها شويه، كان خد ايه؟ اعدام. تفتكر ربنا ممكن ياخد حد بسنف حد؟